هذه العراقية المركزية لبناء الأجسام يقيم بطولة كردستان العراق، مشاركة بها أربيل ودهوك وسليمانية وحلبشة ومنطقة سوران بإشراف رئيس الاتحاد المباشر الأستاذ الدكتور فائز عبد الحسن العبودي، وحاليا باتجاه محافظ أربيل المحترم ومحافظ سوران أيضا للاجتماع والتحضيرات الأولية لبطولة كردستان العراق، وتزيد بطولة كردستان العراق بالمنافسة لبطولة العراق للمتقدمين فئة الفيزيك والكلاسيك والبودي بولدينج، ونخبة من العراق يصيرون من زاخو إلى الفاو، من الأنبار وسامرة والفلوجة وبغداد العاصمة الحبيبة وذيقار والديوانية والسماوة والكوت والعمارة والنجف وكربلاء والبصرة الفيحاء والعمارة، نخبة من المنتخب الوطني يمثل العراق ويندقلهم السلام الجمهوري ويرفع لهم العلم العراقي ويفوزون بطولات آسيا والعرب والعالم وتمثيل العراق إن شاء الله كلحمة واحدة. كل التوفيق لاتحادنا المركزي العراقي بقيادة بطلنا العالمي الدولي المدرب الدولي والدكتور بالرياضة الأستاذ فائز عبد الحسن العبودي. حي الله بطلنا العالمي كابتن محمود الوردي صاحب كرة الاحتراف، وندعي لك بجاه محمد وآل محمد تحصل مبتغاك اللي انت من التسعينات اللي هسه تدق عليه. قل لهم شنو حلمك؟ والله حلمي ان شاء الله امثل العراق واصعد على مسرح مستر اولمبيا. الله اتمنى دعاك ان شاء الله باذن الله بجاه محمد وآل محمد ان شاء الله، وهذا الشيء احققه واحقق لكم الشيء اللي انتم دائما تقولوا لي احنا كابتن محمود نتمنى. والله نريد نشوفك مثل روني، مثل ارنولد، مثل اللي هايني، مثل دوريان، بلكيت الله ينطيني، مثل كيفن، بلكيت الله ينطيني العمر واقدر احقق مبتغى جمهوري العزيز ان شاء الله. وحقق ايضا هذا البطل ابن دهوك احمد فوزي ابن العراق، ووصل الى مستر اولمبيا، وايضا اكو اسماء تخوني حتى اذا هم خارج العراق يتمرنون بس جنسياتهم عراقيه مثل احمد وبعض منو احمد وعندنا ايضا احمد احمد